أنا طبعا تابعيتك من زمان وماشي على الرقية تبعك. نعم طلع في يوم لما حكيت الرقية طلع في آثار بجسمي، إنه أحيانا يطلع مثل كأنه محروق بمكواية، صرت أدهنه بالمي المقروء يختفي. مرة شفت منام، اللهم صل على سيدنا محمد، حلمت أنا متجوزة، حلمت إني ببيت أهلي، اي شفت صحن إجا بده يطير، إجيت حطيت إيدي عليه ونزلته على الأرض وصرت أقرأ آية الكرسي وأكبر. فجأة حسيت شعور، شفت لما نطير بالطيارة بصير ضغط بالإذن، حسيت إني انضغطت انضغطت، فجأة صار ينزل بالصحن مثل الرغوة. حسيت الصحن بده يتعبى، شلته طلعته لبرا رميته على الأرض على التراب. لما نزل على الأرض مثل الأسيد، الأرض انحرقت وطلع منه مثل الطير غريب، بس هي أنثى شكلها مثل البوم، هيك كتير عالية، اكتافها عراض، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هاد جن كان فيني، بس طلع من الآيات اللي قرأتها وراحت بعدت عني، وكان في معها ناس مثل شكلها، شكلها كثير مخيف، فيها هي طير بس مو طير، ما بعرف كيف بدي اوصفه. كانوا يطلعوا علي كلهم، جيت انا طلعت عليهم، صرت بايدي انه اعملهم باي انه خلص بعدوا عني. ورجعت على البيت، لما طلعت على حالي بالمراية عيني اليسار قال فيها شيء غريب، قال بركض لعند امي بحكي لها انه بعد في شيء بعيني، في شيء بعيني، قال انه مو كلهم طلعوا. خلصتي؟ إيه خلص. انت على رقية ولا لا؟ الصراحة حاليا الزلزلة، بس كل يوم قبل ما أنام بقرأها. ممتاز. الرؤية هذه تدل على انه، اسال الله ان يكون كذلك، انه انتفعتي جدا بشيء طبقتيه، والزلزلة تكفي باذن الله سبحانه وتعالى. واضح، ما يحتاج تسالين اصلا، لكن ابغى تستمرين عليها. فلربما انت تعاني من مشاكل بالعيون ولا لا؟ إيه فجأة يا شيخ، من 6 سنين فجأة صار عندي 6 درجات بعيوني ضعف، نزول 6 درجات. ثلاث درجات، ما بشوف الشيء البعيد. طيب، معناته واضح، معناته واضح. انا ليش قلت انه قاعد تستفيدي من صوت الزلزله؟ بدات تستجيبين، استمري عليها. لحظه بالله. يا امل الرفاعي، ها، تفضل. استمري على سوره الفاتحه وعلى سوره الزلزله، وحاولي بجهد المستطاع انه تغسلين وجهك بما بارد، عليه سورة الفاتحة وعليه 5 آيات أو 10 آيات من سورة النور، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يمدك بالشفاء والعافية. فلربما استجبتي للقراءات والأذكار اللي قاعدة تسوينها، ولكن تحتاجين الاستمرارية شوية. نعم، يا شيخ ممكن استفسار بس بسيط؟ أي تفضلي. أنا كل شيء بحياتي بحسه ما في شيء ضابطه بحياتي، أي شيء بنوي أعمله ما بيكمل، حتى بالمنامات دايما بحلم بدي أروح على عرس، بيخلص العرس بعدني ما رحت، أي شيء بدي أعمله مو ضابط، أي شيء أي شيء، ولا شيء بحياتي جد، يعني لدرجة مثلا بدي أشيل نبتة من وين ما مكان ما طقها أحس عوجه، وين بروح. ما طقها عوجه، كلنا كذا ترى، أقسم كل الناس، بالله مو بس انت، ترى كل الناس، يعني 90% لا استغفر الله بدون عدد، يعني في ناس كثيرين جدا نفس المشكله، كل ما يسوي شيء حالي الا يخرب منحوسة. شيء. الموضوع طبيعي، هي الحياه كذا. شوفي، لو تصلح الحياه كان صلحت الانبياء والرسل اللي قبلنا وصلحت جميع الصالحين، لكن تخيلي انه اغلب الناس اللي عندهم عكوسات اللي هم الصالحين. الأنبياء والرسل تعرضوا لإساءات، تعرضوا لأتعاب، تعرضوا لعكوسات في حياتهم. يعني لو أن الآن لحقنا عليهم كلنا قاعد نقرأ عليهم رقية التعطيل وما فيهم إلا العافية. ترى أحيانا الإنسان ما عنده شيء، لكن هي كذا الحياة تمشي معك. أنا أبغى أروح مثلا بتوظف، ما لقيت وظيفتي، لكن في أشياء تدل على الإنسان عنده مرض، لما يكون هذه العكوسات اللي قاعدة تصير مصاحب لها أمراض جسدية، هنا أقدر أقيم عليها شيء. اما اذا كان لا، عكوسات، لازم ارجع للعبادات، ارجع للصلاه، للاستغفار، اشوف ايش عندي من خلل. نعم، انتبهي، اكثري استغفار. ما تعرفين تستغفرين؟ بلى كم مره والله دائما تستغفرين؟ بستغفر كم مره وبتعب. تستغفرين في اليوم؟ بتقولي لي 6000 مره. لا لا والله صراحة، كنت فترة اجت يوميا قبل ما انام 100 مرة استغفر طيب اعصابي. تعالي، انت تعرفين ان الاستغفار مو هو ملزوم الانسان يستغفر بعدد؟ تدرين ان انت لو بس
قبل لا تستغفرين، قبل لا تستغفرين الله، تجلسين تسوين هدوء نفسي، بعدين تشوفين الله سبحانه وتعالى، تنظرين إلى الله إن الله قوي عزيز رزاق متين قريب سميع مجيب كذا. خلاص حطيت كل الأشياء هذه، تعرفت على الله، بعدين قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب، اللهم افتح لي أبواب الرزق والبركة. تراها تكفي عن هذا الكلام كله. أنا أعرف واحد يركب معي في السيارة أحيانا، ما هو بدايم، أحيانا يمكن 10 سنين يركب معي مرة واحدة، في ذلك ركب معي أسمع أقول أنا ما أدري إيش قاعد أسوي، أسمع حرف السين، أقول له يا أخي أنت سويت لي شوشرة في أذني، إيش قاعد تسوي؟ قال يا أخي قاعد أستغفر الله. قلت أبغى سمعني صوتك، يقول هو يسمعني يرفع صوت يقول استغفر الله 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 استغفر الله. كم مرة قال؟ 59,000,000,000 مرة قالها في نفس السيارة، وكل ظروفه متعكسة وكلها متكركبة فوق بعض. قلت تدرين ليش؟ لأنه هو قاعد يعد زي قدر الضغط. كانوا قدر الضغط، هو قاعد يعد بس، قاعد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبغى يشوف العدد، يبغى يشوف الكمية، يبغى مسافة من هنا إلى هناك إني أنا قاعد أستغفر الله فيها. لا، ما يبغى هذا الاستغفار. الاستغفار إنه أنا أشوف ذنوبي وشحي، أعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، بعدين أقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أتوب إليه من صميم القلب، تخرج من داخل القلب حقيقة، هنا أستفيد منها. أما العدد فلا تقعدين تستغفرين من مكة حتى توصلين آخر نجران، ما أعتقد، ما عادي. استودعت الله. الله يجزاك الخير يا شيخ، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا، حياك الله. والله يا شيخ، يا أخي حلمت حلم جمال، مثل الحلم ومثل الرؤية، ما أدري كيف يا أخي. يعني حلمت أنا كنت في اليمن، أنا نزلت اليمن وفي رام الله، وحلمت طول عمر أنها عيون، عيون ناس يعني في السماء كذا، وقمت يعني عيون وايدة علي، عرفت كيف؟ لا والله ما عرفت، عد علي يا عمر. أقول لك حلمت أني أنها عيون ناس يعني في السماء فوق، يعني كنت طالع في السماء وأنا نيم وشوف عيون ناس طول عمر علي وايدة مجمعة، يعني عيون في السماء، في عيون تطالعك من السماء في أرض اليمن. الله الله. وانت أساسا من وين؟ من الشمال؟ أنا لا والله من الجنوب سعودي، أنا بس أروح اليمن وارجع. يا مرحبا، الله يحييك. الله يحييك يبقيك. أنت من شرورة يا عمر؟ الله الله. أنعم وأكرم. أنعم بحالك القرني والله. كيف عرفتني من شرورة يا ولد؟ اللهجة. الله صدق، اللهجة اللهجة معروفة. إيه، لأني أنا جلست مع واحد من شرورة، عمري ما جلست مع أحد من شرورة أبدا إلا واحد فقط قبل فترة بسيطة كذا، وسبحان الله العظيم اللهجة كأنها شمالية إلا إنها جنوبية شرورة، يعني يمنا قريبة من الشمال قريبة من شرورة. صح صح، وأكثرها اللهجة تبع اليمن، يعني إحنا محدين على اليمن. إيه عادي، ما هنا خلاف. طيب أنت كيف صحتك؟ كيف أمورك خاصة رزقك؟ والله إني طيب، لكن يا أخي مرة جيني ضيقة يا أخي، ما أدري ليه يا أخي. يا عمر أنت تخاف من العين؟ قل إيه ولا لا. إيه والله أنا أول كنت ما أخاف، لكن بعد يعني حسيت أن العين أنها تخوف يا أخي. يعني صرت تخاف من العين، صرت تشك أحيانا من بعض النظرات، من بعض الأشياء، وتذكر الله وتسمي بالرحمن، يعني كان عندك ردة فعل من العيون. إيه والله أني خاف منها يا شيخ. طيب لا تخاف من أحد، لأن هذا كله هلع وخوف من الشياطين، والعيون هذه اللي تجمعت عليك، هذا أنت جمعت العيون عليك من كثر الخوف، وبدأت تحس أن كل يشوفك وكل يؤذيك على رزق، على صحة، على جمال، على مشية، على كذا. كل شيء تسويه، أي شيء تسويه أول ما تأخذه تخاف لأي أحد يصيبك في عين. جزاك الله خير، يعني ماشي حاجة، يعني نرجي ماشي حاجة، ماشي حاجة، كل شيء تمام، بس أنت وخر عن الخوف تماما، اذكر الله تحصن وتوكل على الله، ولا تلتفت وراك أبدا، هذا خوف فقط ما في شيء. صادق صادق والله انه خوف صدق. استودعتك الله يا ابن شروره. الله يجزاك خير يا قني، وبيض الله وجهك.